ابو جودر الرضيع مات لما اخوه كتم انفاسه بالوساده ولا ايه اللي حصل؟ شادي على روحك، مش عايز ترطش الدم كتير مولاي. انت مش شايفني بكلمها يا زفت انت؟ عفوا يا مولاي، اسمعي كلماتك الاخيره من مولاي. ها كملي، ايه اللي حصل لجودر الرضيع لما اخوه كتم انفاسه؟ صياح الديك يا مولاي، الوقت اللي امرت فيه جنابك بقطع الرقاب. سيبها يا مسحور. سيبها؟ يعني مفيش اعدام النهارده يا مولاي؟ من النهارده لبكره قريب. روح انت دلوقتي. امر مولاي. كرمك واسع يا مولاي. هو يوم واحد كسبتي في حياتك عشان تكملي الحدوته، يوم واحد بس، ومع صياح الديك في الليله اللي جايه تروحي تحطي رقبتك تحت سيف مسمور. الشاعر قال ايه يا مولاي؟ دع الامور تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال، ما بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. طب كملي الحدوته. الفجر لاح والديك صاح، والنوم سطح. شهرزاد. مولاي مولاي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.